كابتن اسامه بنتكلم على انه موسم ولا اروع. والموسم لما ينتهي بعد وما زال الامل زي ما قالوا الكباتن قائم حتى الان، ونسبه النجاحات عاليه جدا جدا السنه دي برغم الضغوط الكبيره اللي تعرض لها والظلم الكبير اللي تعرض له لعيبه النادي الاهلي السنه دي. وده قدر الاهلي دايما، انه يعني اي نادي لما بيدخل بدايه الموسم بيبقى محدد الاهداف بتاعته. ان بلعب على بطوله، بلعب على اثنين، الا النادي الاهلي دايما بلعب على كل البطولات اللي انا بشارك فيها. حتى شفنا السنه دي انت لما جه موسيماني كمل الدوري بتاع فايلر، شفنا بطوله افريقيا، والسنه دي موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي. صحيح. لما تلعب بطولتين افريقيتين في سنه واحده وانت مطالب دايما انك بتاخد البطوله، ده في حد ذاته انت بتلعب تحت ضغط عصبي كبير. مظبوط. حاجه برضو من الصعوبات اللي واجهت النادي الاهلي السنه دي كم الاصابات الكبيره اللي واجهت النادي الاهلي. موسيماني السنه دي دايما مش كل الاوراق وكل اللعيبه تحت ايده انه يقدر يشتغل بيهم كلهم، دايما كان بيواجه ظروف صعبه برغم الضغط، رغم السفريات اللي احنا بنشوفها كتيره في افريقيا، رغم الظلم التحكيمي، رغم ده كله، لكن برضو كان بيواجه اصابات. كل اللعيبه عنده والبدائل بتاعته ما كانتش متاحه بنسبه 100%، لكن قدر النادي الاهلي. واحنا بنشوفه الكابتن بلال بيتكلم عن النادي الاهلي وهو بيلعب في كاس عالم الانديه، انت النهارده بتخسر من بطل العالم بايرن ميونخ، واللعيبه طالعه زعلانه والجمهور زعلان والجهاز الفني زعلان، وده قدر النادي الاهلي. صحيح. حتى وانت بتخسر من بطل العالم. صحيح. فالنهارده حته التنوع برضو في المدارس اللي انت بتلعب فيها، بطوله افريقيه ترجع لبطوله محليه، ده برضو يعني حته الدوافع، حته تحضير المباريات. خلي بالك الموسم برضو فقدان النادي الاهلي لنقاط السنه دي، يعني انا لو بعتبر السنه دي الموسم لو ماشي في بطوله افريقيه واحده السنه دي، ده اسهل موسم ممكن النادي الاهلي ياخد الدوري من بدري زي طيب. فايلر، وبالعكس السنه دي كان اسهل. لكن ظروف السنه دي لما شفنا النادي الاهلي، ودي وقت مهم ومحطه كانت مهمه لما لعب في رمضان، واحنا كنا بنشوف كل 48 ساعه مباراه، النهارده في شهر بتلعب 10 ماتشات، وفقدت وقتها نقاط مهمه لما خسرت من سموحه، خسرت من المحله، اتعادلت مع الجونه، دي نقاط كانت في المتناول وكانت سهله. كنت ممكن دلوقتي انت مخلص الدوري ومريح من بدري، ده غير الماتشات كمان اللي اتظلمنا فيها طبعا، في ظلم تحكيمي. لا انا بتكلم عن الفتره دي، انك النهارده كنت بتلعب 48 ساعه في رمضان، اللعيبه ما فيش راحه، وانت انضغطت علشان النهارده انت بتتعاقب علشان انت بطل في افريقيا لسنتين ورا بعض. صحيح. بطل بتلعب في كاس عالم الانديه وبتشرف الكره المصريه، فالنهارده انا بحط لك جدول مضغوط، كان النهارده اللي بيطلع الاول بعاقبه، لا ما تطلعش الاول وانا هريحك في الدوري بعد كده. أي. وده اللي للاسف اللي النادي الاهلي يعني بياخده، ان هو بيشارك في كل البطولات. صحيح. لكن النهارده كل شيء وارد في الكوره، النهارده انك انت تكسب بطوله الدوري، برضو انك تخسر بطوله الدوري، لكن دايما المعيار اللي انا بتوقف عليه، النهارده حتى لو بتخسر بطوله خلي دايما الجماهير تحترمك. النهارده المطلوب من لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه في الاربع ماتشات اللي جايين ايه؟ ان انا اكسب اداء رائع، يبقى في النهارده ثناء من الجمهور على ادائي على مكسبي، هو ده المهم، وده المهم اللي يوصل من لعيبه النادي الاهلي لجمهورها، علشان حتى لا قدر الله ودي ان شاء الله يعني ما تتحققش، لو خسرنا الدوري الجمهور يحترم لعيبه النادي الاهلي. صحيح. وان شاء الله برضو في النهايه يعني نتمنى ان شاء الله يكون الدوري اهلاوي يا رب ان شاء الله.